السلام عليكم. أنا وليت أمر طالبة في مدرسة ضوء القمر كان في السيدية. أحكي عن تجربتي في هذه المدرسة. أنا جدا مرتاحة وبنتي أيضا مرتاحة. توفر الخدمات من ضمنها الخطوط الزي، المنهج كامل، الصفوف تكون واسعة وأعداد محدودة يستوعب المدرسة لسهولة فهم الطالب واستيعابه، وأيضا زيارات دورية من قبل المركز الصحي. يعني أنا جدا مرتاحة ومأمنة في هذه المدرسة. السلام عليكم. سليمة عزيز عبد السادة بيرم، مديرة مدرسة ضوء القمر الأهلية في السيدية. مدرستنا من المدارس اللي فتحت في العام 2019 لرفض العملية التربوية، وذلك لوجود زخم بالمدارس الحكومية. هنا أنا راح يكون العدد أقل بالنسبة للصفوف، وبها إمكانيات من صفوف واسعة بتوفير الزي والكتب من ضمن الأقساط، وكذلك متوفرة بها الوسائل التربوية من سبورة ذكية، من داتا شو، من وسائل تعليمية حديثة، وأيضا تخضع للفحص الدوري للجان الطبية وتعقيم تدفئة وتبريد بالنسبة للصفوف. التلاميذ راح يكونون يعني مرتاحين من هالناحية. فهذه المدارس هي تخدم العملية التربوية وأنه ترفد التربية بكوادر أيضا متدربة